المحل ده هوصل توصيلة، ولو قلتولي صح صح ليه، لو غلط غلط ليه، يعني مالكمش دعوة بالبرزنتيشن، يعني مالكمش دعوة بالبرزنتيشن، التوصيلة دي صح ولا غلط؟ لا مش صح، ليه؟ نمشي على حوائط مفروض يعني. لا مش حوائط يا شباب، ابوس ايديكم في التصميم، لا تركزوا في حوائط ولا تركزوا في ارضيات ولا حاجه من دي. التصميم انتوا عارفين ايه معنى ده؟ انتوا فاهمين ايه معناها في التصميم؟ ان مخرج 2 3 4 5 6 7 على لينيا واحده بس، ده معناه في التصميم. مش مكتب فني، ده قصه تانيه بقى، ده بقى اللي يقول لك تطلع على السقف ولا تنزل في الاوضه وتمشي على الحيطه، دي قصص تانيه مالناش دعوه بيها، تمام؟ ماشي فخليكم في اللي معايا دلوقتي، ده صح ماشي. ولا غلط في اللي انا شرحته؟ فهموكوا العدد للتصميم، زاد عن 6 هنا. نفترض ان هو كود سعودي، فالعدد تمام، صح صح ولا غلط غلط يا يا عم؟ عم، بس عشان لا غلط ممكن، لان كل محل مثلا يبقى ليه عداد في استهلاك خاص بيه، ما يبقاش الاثنين معمولين ببعض، لا تاني الحته دي، ايه الاتنين ايه؟ ان كل محل مثلا ليه استهلاك لوحده، فانا كده ربطت اللينيا على كلهم مع بعض، طب ان انا كل محل عرفت مثلا يا ليه عم، عداد مستقل بنفسه، عرفت منين؟ يعني بفترض افتراض مثلا. لا ما تفترضش، ده في مرحله تصميم، ليه الافتراض؟ لا نفس اللوحة، نفس اللوحة. أنا مش شايف شايف أي حاجة غلط يا باشمهندس. هو الراجل ده مش محطوط له لوحة لوحده؟ راجل حاططها لك على الباب، واللايتنج بار بانل شوب واحد، وده ليه لوحة لوحده؟ طب بالعقل، لما ده ليه لوحة وكاتب لك عليها انا بتاعت المحل الاولاني، ده ليه لوحة وكاتب لك عليها بتاعت المحل التاني، فطبيعي الدور ده ليه لوحة، فهل طبيعي يا باشمهندس اولا اوصل حاجة في الدور ده بالمحل من المحلات دي، صح ولا غلط؟ لا كده في الحالة دي غلط، لأن أنا كده لا اختلف الحاجة، يعني مش لما واخد بالي اوصل من محلين ببعض الحاجة. كده، صح ولا غلط؟ غلط، لو ده عدادي هندسة وليه لوحة مستقلة، لوحة، مش لو هدخل مش الاثنين في بعض، عداد، لوحة اعتبر حتى لو لوحة برضه، حتى لو لوحة، ما هو ده قطع وده قطع كده، ده ايوه، لينيا وده لينيا. يبقى اذا طالما ده ليه لوحة يبقى توصل لوحده، ملوش علاقة بأي حاجة حواليه، ده نفس القصة. عارفين الموضوع عامل زي ايه؟ زي ما الفيشة بتاعتك تبقى بتاخد من شاية جاركو، تخيل بقى الكوميديا، جارك يفصل الكهرباء عنده فتفصل عندك، يبقى إذا طالما المحل ليه اللوحة لوحده ملوش دعوة بأي حاجة حواليه. يعني المحل ده أوصله إزاي التلاتة دول ببعض؟ يا باشمهندس دول تلاتة بس، هو محل لوحده، طب وده الأربعة دول ببعض ليه؟ عشان لوحده، وصلت؟ وبقيه الدور لا مع بعض بقى عادي، عشان بياخد من ايه؟ من لوحه لوحده، الا لو لقيت نفسك مثلا ده اللي انت هتحطها، المطبخ ده حاطط له لوحه لوحده، فمعناها ايه؟ لا هياخده من المطبخ، يبقى كل المطبخ ده او المطعم ده بياخد من اللوحه دي، ملوش دعوه بقيه الدور، وصلت؟